أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء، التي من خلالها نغطي جميع الفعاليات المقامة داخل دولة الكويت، منها الاجتماعية والثقافية وأيضا الدينية والتربوية. فأهلا وسهلا فيكم في حلقة اليوم، وحياكم الله معنا. السلام عليكم ويعطيكم العافية، معاكم أخوكم يعقوب غلوم عبد الله، أحد المتخصصين بالتراث الكويتي وبالأخص المهنة الكويتية القديمة. اليوم أنا وياكم في صالة العدواني ولله الحمد المشاركة الخامسة على التوالي مع فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين. اليوم أنا مشاركتي طبعاً مشاركة المهنة الكويتية القديمة، عندنا مجموعة كبيرة من المهنة الكويتية القديمة، أنا اخترت جزء منها. عندي اليوم مشاركة طبعا هي وراي موجوده، بعض المهن هذه طبعا كان لها اصحاب محلات، انا اليوم بس اصحاب محلات، يعني فرضا نفس الكندري ما عنده محل، في بعض المهن ما عندها محلات. فاليوم راح اشرح لكم مهنه شنو موجوده، وغالبا انا اخترت المهن الكويتيه القديمه لان هي تمشي على اسامي عائلات كويتيه، عائله النكاس، عائله الشراح، عائله الصفار، التنك، وايد عائلات كويتيه مش الاسم عليها. فاليوم راح ابدا وياكم مهنه طبعا هو جزء بسيط من شغلي، انا ولله الحمد احفظ اكثر من 120 مهنه كويتيه قديمه، ودائما احاول اني اسويها حتى تكون شيء ملموس للمتلقي ويشوفها بطريقه حلوه. راح ابدا وياكم في بعض المهن القديمه، راح نشوف ويانا طبعا مثل ما انتم شايفين المهنه هذه اول مهنه، طبعا هذه العيال الطراح الله يحفظهم من العيالات الكويتيه القديمه، كان يشتري جمله ويبيع مفرق على المحلات بهالطريقه، مهنه الطراح. اني للمهنه اللي بعدها هي مهنه الخراز، دائما عندهم فكره ان الخراز بس يشتغل تكرمون بالنعول لا، الخراز كل ما يخص الجلود، السرج الخيل، الطبول، اي شيء يخص الجلود كان يشتغل، وطبعا اسم شغله يسمونه شغل خرازه. فهذه المهنه طبعا ولها عائله كبيره الله يحفظهم عيال الخراز. عندنا كذلك البقاله القديمه، هذه احنا قبل نقول الدكان، دكان هاي طبعا شيء مميز عندنا، كل ما يخص منتجات البيت الكويتي يشترونها من الدكان. طبعا الدكان قبله كان في واحد قال له بياع برجوتن، هي كلمه هنديه، كان يحط طبعا بس بدون مواد غذائيه طلبات البيت، من وين نشتري السلايم، من وين نشتري الجلوب، الشغلات هذه كلها من بياع البرجوتن، وغالبا كاتينا من الهند. هذه بعض المهن طبعا اللي عندنا. عندنا مهن ثانيه اقدر اشرح لكم اياها مثل المهنه هذه اللي تحت، هي مهنه الصفار. الصفار هي المعادن الخفيفة، الصفر احنا نسميه الصفر، يشتغل فيها ودائما ينشط قبل رمضان، الناس تطلبه وينظف الجدور ويصلحها، وطبعا بالمهن اللي ليه اليوم موجود له سوق الصفافير. طبعا عندنا مهنة هني قريبة، عندنا مهنة البزاز اللي يبيع خام قديما، هاي مهنة البزاز يبيع الخام، طبعا غالبا كان ينا من الهند بنكشات قديمه، ما في نفس اليوم الستن والحرير وكذا، ما خامات عاديه بسيطه كانوا يستخدمونها، غالبا تكون نفس اشكالها نفس ثوب الصلاه. فن الحرق على الخشب طبعا هو عباره عن فن قديم، كانوا يستخدمون في السابق العدسات المكبره باستخدام ضوء الشمس، ويستخدمون على سواء الأوراق، أوراق شجر كبيرة أو الأخشاب المتنوعة عن طريق الحرق نفسه. لما يحترق الخشب تنتج عنه طبقة أو لون داكن، فيصير في تباين في اللون، يكون في لون فاتح اللي هو لون الخشب بالإضافة إلى لون الاحتراق اللي هو اللون الغامج. طبعا حاليا أنا أستخدم جهاز الحرق على الخشب اللي هو عبارة عن مولد مع قلم مع رؤوس مختلفة، هذه الرؤوس تساعدني في عملية الحرق نفسه، مما يعطيني بعض التفاصيل أو مثلا تغطية مساحات أو حق الأوتلاين، بحيث أن أقدر أنشئ عمل فني سواء تراثي أو شخصيات خيالية إلى آخره. طبعا الألوان الغامجة تكون عن طريق زيادة درجة حرارة أو تقليلها في حالة إذا كنت أبي درجات فاتحة. احيانا نستخدم الولاعات او التورتش علشان نغطي بعض المساحات الكبيره، والاحجام طبعا تختلف اذا كانت في احجام صغيره او في احجام كبيره، يعتمد على حسب الطلب او على حسب العمل اللي شغال عليه. نقدر نقول ان في السابق كانت الاعمال جدا تقليديه او يدويه مثل ما نقول، ولكن مع تطور التكنولوجيا اصبح عندنا الحين بعض الاجهزه مثل الايباد وغيره تسهل علينا عمل السكتشات الاوليه قبل تنفيذ العمل، مما يتيح لنا التعديل أو التنسيق قبل تنفيذ العمل. وغير كذي حاليا بعد عندنا الذكاء الاصطناعي غير موضوع الفن بشكل مختلف،
يسهل بعض العمليات أو بعض تصاميم اللوحات، ولكن مستحيل أنه يبدلها، لأنه يظل في بعض العيوب مهما وصل بالمرحلة المتقدمة. يظل الفن التقليدي بالنسبة لي أنا بشكل شخصي، برأي شخصي، يظل الفن التقليدي له طابعه الخاص وفنه الخاص وبصمته، تختلف عن الفن اللي هو أو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بشكل عام لا فنه ولا يعني صعوبة في طريقة إنتاج الأعمال الفنية، ولكن لا يغني عن الفن التقليدي، لأن الفن التقليدي فيه مواد مختلفة تتدخل في إنتاج العمل وتجهيزه، غير عن الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا الحديثة اللي سهلت علينا وايد أشياء واقتلت المتعة في بعض الأعمال وبعض المواد. يعطيكم العافية ومشكورين وما قصرتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم النخبة صالح أحمد حنبلو من دولة الإمارات العربية المتحدة، من إمارة رأس خيمة مدينة الرمس، من المتحف زايد التراث البحري. اليوم نعم حالك، واليوم الحين مشاركين في معرض أو كسبو 965 في الكويت، الدولة الحبيبة الشقيقة، الويوه الطيبة هذين اللي استقبلونا استقبال طيب، خليجنا واحد. نحن عارضين المهن اللي تخلفت مع الآباء والأجداد، كانت في الثلاثينات والأربعينات، هاي مهنة أنواع المهن تعلم سبع المهارات، إن الزمن حواج الحمد لله نحن ما محتاجين شيء، بس نرجع الماضي الحاضر، مهنة الغوص فيه، مهنة السفر فيه، مهنة التجارة فيه، مهنة كل مهنة، بس نحن مهنة الصيد الأسماك الساحلية ما يجي من فراغ. هذا شفته هذا المعروض، هذا ما يجي من فراغ، يبقى تعب الأولين، تعبوا سهروا، يبقى يروحون النخل يبون الخوص، يبون اليريد، يبون الأسق، يبون الليف، جلدوا الحبال، سووا القراقير من سقف النخيل، كله من النخلة. النخلة أم أمرت لليوم موجودة، أم مضللة اليوم نخلة، يا ليت عندي نخل تسجاب غرافة أحسن من الثور والبيدار وحرافة، تأكل شيار رطب وتشنز خصافة، والقيض لي من هدم وحمرت طرافة. الأولين قالوا حقيقة، اليوم موجود، انتجت من الحبال، استوى الجفران، استوى المنفاض، استوى منها الكيسة، استوى منها المنبق، هذه كلها من النخل ما قبل البترول، أيام مئات السنين أجدادنا عاشوا عليه الأخرة، بس أنتجت اليوم تاريخ بالملايين، مزروعة النخيل بالملايين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد اللطيف بن محمد سلطان الأنصاري من سلطنة عمان، هاوي للأشياء القديمة وهاوي طوابع، لأن الأشياء القديمة هي التاريخ بنفسها، تشرح نفسها، تعلمك أشياء، يعني مثل ما قالوا الأوليين، اللي ما لا أول ما لا تالي يعني. فالأشياء القديمة استهوتنا من وقت الصغر، وكونت الحمد لله على متحف كبير يعني تقريبا في حدود 10,000 قطعة من التراث العماني والتراث الخليجي. طبعا والله احنا الحمد لله شاركنا معاهم هذه المرة الرابعة في الملتقى الخليجي هذا، وهذا احنا نعتبره عرس خليجي يعني يجمع الخليجيين الهواة والحرفيين واللي بصمة في الهوايات، يعني معرض ما شاء الله متميز، معرض جميل. نشكر الأستاذ محمد على هذا الملتقى الخليجي مؤسس الفريق إكسبو، فنكتسب الخبرات من بعضنا، نتعلم من بعضنا يعني الحمد لله، واستفدنا من هذا الملتقى الكثير الكثير، وتعلمنا منهم الكثير في طريقة العرض، في تبادل المسميات القطع القديمة. والحمد لله نشكر دولة الكويت، حكومة وشعب، وعلى رأسهم الأستاذ محمد علي كمال على هذا الملتقى الخليجي الجميل. والله هذا اللي احنا نتمناه، هذا اللي هو نتمنى ان هذا المعرض يتكرر في كل دول الخليج، بدل ما يكون
الكويت اكسبو 00965 يكون على مستوى دول الخليج كل اكسبو يعني. ونتمنى ان شاء الله نتمنى انه يكون في كل دول الخليج ويقام سنويا في دولة في كل دولة بين تراثنا. هو التراث الخليجي تراث مشترك، التراث الخليجي تراث مشترك وواحد يعني، يمكن نختلف في بعض المسميات وفي بعض القطع، لكن كتراث خليجي تراث مشترك، ولكن تختلف المسميات. وإحنا من واقع المعارض هذه نتعلم ونستفيد من مسميات بعض القطاع. عندك الدلال، عندك الفخاريات، عندك السعفيات، نتعلم. كل دولة لها مسمى خاص يعني. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.